من منطلق نواسلة خبز العراق المعروفة بزراعتها وثروتها الحيوانية والتي تراجعت كثيرا خلال السنوات الأخيرة، نظمت أولى مؤتمراتها للوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع الزراعي فيها. وجودنا بين أخواننا وأهلنا في هذه المحافظة الكريمة هو لتذليل كل الصعاب اللي تواجه النشاط الزراعي، ونقلل إن شاء الله هذه المشاكل اللي يعانون من عندها سواء في مجال الثروة الحيوانية أو في مجال النشاط الزراعي، هو اهتمام بهذه المحافظة الكريمة إن شاء الله وإعادتها للحياة بها من جديد. مؤتمر الموصل الدولي المختص بالزراعة والأغذية والمياه والثروة الحيوانية ناقش أبرز المعوقات التي واجهت الفلاحين والمزارعين إضافة إلى مربي الثروة الحيوانية. هذا المؤتمر مهم جدا لأنه حضر يعني يقام بحضور السادة الوزراء والسادة النواب ورؤساء اللجان المختصة البرلمانية، ويناقش مشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي وقطاع الثروة المائية في العراق. ويتطلع الفلاحون للقضاء على المستورد والاعتماد على المنتج المحلي، خصوصا محصول البطاطا الذي يغذي عموم المحافظات العراقية. يزرع بآلاف الطنون من البطاطا، يغذي جميع المحافظات العراقية من شمال العراق إلى جنوب العراق. فالدولة سحى لنا احنا باثناء القلع، الحدود المنافذ الحدودية مفتوحة علينا، ده يستوردون من المنتوج الخارجي، بالعكس احنا لازم هم يوفرون، هم لازم يعتمدون على المنتج المحلي. الوعود الوزارية كانت كفيلة بدعم الفلاحين بعد الاستماع لمشاكلهم، إضافة إلى الخروج بتوصيات لاستثمار جميع الأراضي الزراعية وإعادة نينوى إلى مكانتها الحقيقية. عمر أزيدوان، نيوز الموصل.